اسمح لي ابا اتدخل عشان بس الصوره واضحه، مش ليا حتى الناس اللي بتسمعك، بس انا عايز اقول في الجزء اللي هو الاخير ده اللي هو وهاب لما قال 160 مليار يقصد بيقول ايه؟ هو احنا هنعالج الميه ليه؟ هنعالج الميه عشان نستخدمها مش كده؟ فعشان نستخدمها الميه اللي هتقدر تطلع اللي هتطلع من المعالجه دي تكفي اللي هم زي ما قال يمكن وزير الري وزير الزراعه حوالي 500 الف فدان، وخلينا اقول رقم ممكن الناس تحفظه، فيعني مش هتقيد كتير بال 476 الف، هقول 500 الف فدان. طيب يمكن كتير من اللي بيسمعوني يقول لك 500 الف فدان عشان توصل انك انت تزرعهم تصرف 160 مليار مش كده؟ صحيح رقم كبير قوي، بس عايز اقول لكم عرفتوا ليه احنا بنتالم لما بنلاقي في تعدي على الاراضي الزراعيه؟ لما يكون انت النهارده تعدوا مثلا في خلال 7 8 10 سنين تاخدوا 700 800 الف فدان، ده احنا عشان نعمل نص مليون فدان جداد داخلين في 160 مليار جنيه. انا بقول كده عشان تبقى الامور واضحه. طب هو اللي هو قبل ما يجي يتكلم في تفاصيل المشروع ده كله، الجزء الاولاني هيبقى مشروعه واضح وحتى الجزء الثاني، بس لازم تعرفوا ان انا عشان اوصل لل 476 او ال 500 الف فدان دول عايز شبكه طرق وعايز شبكه ري وعايز شبكه كهرباء وعايز نظم ري حديثه وعايز انشاءات للناس اللي هتعيش على الكلام ده. الكلام ده عشان يتعمل يتكلف في مبالغ كتير. ليه بقى؟ انتوا من غير ما اجيب اسماء دول مش كنتوا تسمعوا يقول لك ايه ده في دوله فيها 50 مليون فدان، طب ما زرعتش ليه؟ فيها 100 مليون فدان، طب ما زرعتش ليه؟ عشان زراعه الارض المليون فدان ممكن تدخل في 200 مليار جنيه. عشان تعملها صح تعمل تشق ترع عليها وتشق طرق ليها ومدقات وتعمل لها مصارف وتعمل لها شبكه كهرباء عشان المكن او المعدات الري الحديثه اللي بتستخدم هتتكلف كتير. يبقى برضو ليا حق ولينا حق ان احنا نقول ان الترع اللي ربنا اتعملت من 200 سنه حرام علينا ان احنا نهدرها ولا مش حرام؟ الفكره هنا انا مش بتدخل في تفاصيل المشروع يا ايهاب، انا عايز اوصل رساله للناس ان احنا عشان نصلح او نزرع نص مليون فدان في سينا داخلين في 150 160 مليار جنيه. 150 160 مليار جنيه عشان بس نقول ايه؟ نبدا نزرع بقى. يبقى لو انا عندي قدرات زراعه اهدرها؟ يبقى احنا كلنا كمواطنين كدوله نسمح ان احنا نضيع شقانا ونضيع مستقبل حاضرنا ومستقبل اولادنا بالتعدي ده احنا عشان نعمل النص مليون فدان دول؟ داخلين في 150 160 مليار جنيه. واتعملت اجراءات كتيره جدا، الموضوع مش اراده سياسيه بس. الاموال ديت احنا يعني بنبذل جهد وبنتكلف، يعني احنا خدنا من ما بقولش سر خدنا قروض من الصناديق العربيه عشان نعمل الكلام ده يا دكتور مصطفى. فلازم الناس برضو تعرف كده هاب ان الاموال دي قروض من الصناديق العربيه بفايده ميسره ومدة سداد على برضو مريحة يعني. فانتم يا مصريين احنا كلنا مع بعض في قارب واحد. عشان نعمل 500 الف فدان احنا بنتكلم في 150 مليار جنيه. بالمناسبة ال 150 مليار جنيه احنا ما بنجيبهمش من جيبنا، احنا بنستلفهم عشان نعمل. يبقى لو عندي حاجة تانية موجودة عندي في الايد اضيعها؟